السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم، مش تجاب بخير؟ ونتمنى تيرين بخير وعلى خير ان شاء الله. واخوتي كما كتشوفوا دابا حنايا غاديين للسواني، نصور لكم ان شاء الله شاطئ السواني. بقاو معنا اي ثمروخ ان شاء الله. انا وغا السواني راكم السواني ان شاء الله، ربحان السواني قيمتي كامل. باقا نشينا كنكور امشوار من نواحي السواني، كلشي ذا زيزه. باقا مشوار تبارك الله، كلشي ذا زيزه نواحي السواني. مش دوار، تبارك الله، ايش المنظر رائع، ايش نجم ما شاء الله. وخايس ما شويه الحر، يعني شي ناس نينا خارج الوقيع ذا، ولكن وخا مني يعني الجو مليح الصراحه، ويحمي ويسمي هي الجو. السواني اقم شويه انا في الزات، يعني الشاطئ غير غير نطفى غير موجود ان شاء الله قيمتي كامل. قيمتي كامل، احنا غاديين ان شاء الله نصور لكم ان شاء الله شاطئ السواني. وتشوف على الطبيعه اي ماذا قمنا شنو اخوتي، على الطبيعه كاينه هنا صراحه، الطبيعه زوينه بزاف. الخزام بس هي غاز ولا لا، وقيل انا في شي نسه كاونا وكسي ودي. انا في شي نسه قمصه الدوار، انا في السقه دي ما يستفنس ودي، ولكن مشينا انا في السه، انا في السقا العريس جيت تقديم يستفن السيعة، ولكن ان شاء الله نشينا انا في السا اكماني تجاو ها السواني غاس عاوتاني ديها ودي عاوتاني، ولكن شي نهار ان شاء الله اني غاس انا جيت ها باش توراني هنا خاص المساحة ضام قرروني خاصني نحي باركن تبارك الله. جيت توجه باش جيت هنا ودي غاس باركن بزاف طوبينا امشي انا مغار بزاف وني خصني باركان، يعني غاس تبارك الله هذا سبارك الالوفات من الطوموبيلات، يعني ماشي درميات الالوفات مش توارا، يعني باركي مغار بزاف كما كتشوف اخوتي. هاد البلاصه يعني البلاصه فيها الالوفات ديال السيارات ماشي غير المئات وصافي، يعني فيها واحد بلاصه زوينه بزاف، يعني بلاصه كبيره، يعني اي واحد جا غيلقى فين غيحط سيارته، يعني ما غاديش يهز الهم يعني السياره ديالو الصراحه. حنايا دابا وصلنا غادي نشوفوا شاطئ السواني كيف داير. بقاو معنا كما كتشوفوا، احنا جينا شاطئ السواني غنشوفوا البحر ديالو ونشوفوا شنو كاين هنايا. غنغزامين دابا تما ديال السواني، امشي انا الطوز كما سات كيف بعدا حاجيت انا وداي، ولكن النهار راكم نستمر في التعاون تاعي قيمتي كامل. اقل شطوار السواني من بعد ان شاء الله نعوديها وداي قيمتي كامله.
هذا هو شاطئ السوانه تما ربحه كنعرقي عاد واش توري البحر عايش اليوم كما كتشوفوا، ولكن في واحد المنظر زوين صراحه. مش توري ميه يعني السفيحه راه لتحت، راه كاينه السفيحه لتحت من هنا لتحت شويه كاينه السفيحه زي السياد الصوتي تاع السفيحه، وكما كتشوفوا الدنيا راه خاويه كما كتشوفوا، راه شهر 9 دابا. مشوار ما يهمه، المنظر رائع الصراحه. هي داك الجزيره كتبان لنا في البلاصه هنا، هي راه هي كتبان لنا من هنايا حيت ما كتبانناش مزيان مع ما يعني الجبل اللي قدامنا كنشوفوا هنا. والمواج كما كتشوفوا اخوتي فيه المواج اليوم، او المنظر زوين. تبارك الله تبارك الله على الروح، تبارك الله تبارك الله تبارك. واحد المنظر جميل، واحد المنظر جميل اخوتي، والله واحد المنظر جميل. شوف 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 على المنظر، واحد المنظر جميل صراحه. تبارك الله تبارك الله على المنظر، عزادي عزادي. زادي ما على المنظر. والله لا تبقى غير تشوف في هاد المواش هذا، سبحانك يا عظيم سبحانك يا عظيم سبحانك يا عظيم. واحد المرأة اللي بغات تعود دابا كما كتشوفو، المنظر زوين منظر زوين ما شاء الله، والله العظيم إلا واحد المنظر رائع. واحد المرأة اللي بغات تعود واحدة كاينة هنا. الله لا تبارك الله لا شو شو فاش كيجي المواج كيجيو بحال الدخان كيخرج منهم بحال سبحان الله العظيم، تكون راه الدخان هذا لاحظوا معايا والله حتى تكون راه الدخان كيخرج من البحر سبحان الله العظيم. هو كنشوفو من هنا بحال الدخان، تكون راه الدخان ما نعرف هذاك يعني غير الملحه اللي كطير اولا اولا يعني خلينا كيتصور ولا ما عاد. والله العظيم الا بحال 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 كيتصور سبحان الله. اول خطره كنشوف هذا المنظر، والله الا اول خطره كنشوف هذا المنظر. شوف اخوتي شوف زاد هيك باش ميتفور بحال زاد 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 الدخان يعني مرات زام مليح تورا ميتفور زي سام الدخان بس ملايا والله بس ملايا سبحان الله العظيم. أخي بس الهم وما تبارك الله، ما أول خطرة صار حماس المنظر الواحد صار، والمنظر جميل أيتما المنظر جميل، منظر رائع والله إلا المنظر رائع. أروخا أنا حصة بغزة قدير قوي غزة مشوارة، قدير قوي مشوارة ما يهمها، يا ويلي، تبارك الله على المنظر، تبارك الله على المنظر،
تبارك الله. كما كتشوفوا راه كاينين القهاوي تحت او معنايا اللي بغى يشرب في هذا ولا يدوز في هذا. يعني الطعام والقهوة وكل شيء كما كتشوفوا. ونتمنى اخوتي يعجبكم الفيديو، نتمنى ايضا انكم يعجبكم الفيديو ان شاء الله. شينا كندير مجهود نخدم بس عدو متمرة ما نكون يعجبن. قيم في كيفنا أثينا شعر رنت يتسمى أماشنا العائلة هنا سوى هذه قيم دار بيوت نشان قرس بيوت العائلة. القيم الغضاء آخر مشتورة ميخان ميخان تشنشان حاجة ميخان دار بيوت العائلة مشتورة. هذه كيف تكرا وكبر معك